متواصلين أيها الحمل الكريم، مشاهدينا الأعزاء بحضراتكم في هذا المساء الذي جمعنا بحضراتكم مع انطلاقة سن اللقاية لهجن أصحاب السمو الشيوخ على بركة الله. يسير الشوط الثالث عشر في الانطلاقات وتواصل هذه الأسماء وهذه التحديات. الشوط الثالث عشر خاص بالأبكار اللقاية المحليات الأصائل على بركة الله. تسير هذه الدفعة وهذه الأسماء معلنة الحضور القادم والأسماء المهمة الجديدة التي تنطلق لتسير بمسار الأشواط. المركز الأول إذن على بركة الله، نسير مع مقدمة الشوط والصدارة الأولى. وصلت مشاهدينا الأعزاء، غناضة تتواجد في المركز الأول أو هنا وقار لسمو الشيخ زايد بن المربى مكتوم. المكتوم احتلت صدارة هذا الشوط هنا في التضمير. حمد بن علي العويسي، بينما المركز الثاني تصل فيها سرابة لهجن العاصفة تحتل المركز الثاني. عملية تضمير هذا الواثق حمد بن راشد غيث الهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في المركز الثالث مع المضمر مطر بن سيف بن لاحج الهاجري. بينما المركز الرابع، المركز الرابع هذه مشاهدي الأعزاء اللي وصلت إلى وقار او خواطر لاسمه الشيخ راشد بن سعود المعلى، بينما في التضمير سالم بخلفان بالشاوي الغفلي يحتل المركز الرابع. المركز الخامس هنا في هذه اللحظات اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، هذه سلهوده يضمرها سفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري. والمركز السادس وصلت رقم 20 هذه اللي مشاهدي الاعزاء تتواجد في هذه اللحظات، احتلال اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرطي الحميري في عمليه التضمير والتدريب. بينما المركز السابع نشاهد هناك شعار اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع المضمر المحنك سعيد بن راشد بن حمد بن غدير، بينما اللي وصلت الان في المركز هنا الشاهينيه اسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مضمر سعيد اللي نيبي غير وانتزع المركز السادس. المركز السابع هناك هجن العاصفه تقدمت، وها هي مشاهدينا الاعزاء وتيره انطلقت الى المركز السابع مع الواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما هملوله تحتل المركز الثامن لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد وفي عمليه التضمير محمد بن بروك الحميري. والمركز العاشر المركز التاسع لهجن الرئاسة في هذه اللحظات مع المضمر والمتابع مشاهدينا الأعزاء عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي، بينما المركز العاشر، المركز العاشر اللي وصلت فيه الواري اسمه الشيخ سيف بن خليفة بن سيفان الهيان المضمر سعيد بن مبارك الوهيبي. هذه النتيجة حتى هذه اللحظات مشاهدينا الكرام في هذه الانطلاقات وهذه التحديات مع المشاركة القوية لمجريات وتحديات هذا الشوط والذي تحمل لنا في المنافسة والتحدي القوي والمشاركة الفعالة. بينما نعود إلى المركز الأول، هنا سلهود هي المسيطرة وخاطفة صدارة هذا الشوط. سلهود على المقدمة والمسيطرة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، بينما في التضمير مطر بن سيف اللاحج الهاجري هو من يقود هذه الأسماء ويقود هذه السلالات وهذه النوعيات نحو تحدي الناموس ونحو ملاقات الذلائل وهنا الأصائل. بينما المركز الثاني، المركز الثاني احتلال لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوب، بينما الخبير ياتي مسري بن سالم بارطي الحميري ليقدم لنا هذه الرائعة مرة أخرى في منافسات هذا المساء، حيث قدم هذا الشعار منافسات قوية في هذه الأمسية. المركز الثالث نقلة مشاهدين الأعزاء إلى سرابة من هجن العاصفة تحتل المركز الثالث، بينما في عملية التضمير والمتابعة حفلنا الكريم ياتي الواثق حمد بن راشد بن غدير المركز الرابع. وصلت الان مشاهدينا الاعزاء سلهو او الهماله لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المضمر سعيد بن راشد بن غدير، بينما هناك العاصفه قادمه كذلك لوتيره تحتل المركز الخامس في هذه اللحظه. ولكن هنا هجن الرئاسه تقدمت مشاهدينا لتنتقل الهده الى هذا الموقع مع المضمر عيسى بن احمد بن مايد الخيل. يا سلام، هنا بدأت الآن حرارة الشوط ترتفع وترتفع وترتفع، ولكن لا زالت سلهودة هناك في مرتفعات المقدمة في صدارة هذا الشوط. لكن هجوم ثلاثي، هجوم ثلاثي تحمله هذه الأبكار المحليات الأصائل. اصمد يا باللاحج في مقدمة الشوط، لكن أرى سرابة، أرى سرابة بدأت تغير، سرابة لهجن العاصفة المضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما سلهودة خلاص قالت باي باي
الماي ودعتم قامت راس وانهت هذا الشوط حتى هذه اللحظات هي على خط البداية خط الهجوم الكبير لتسجل نقطة مميزة وأداء مميز ثمين. الله 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 سلهودي إذن على المركز الأول. تهانينا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب على هذا الفوز والانتصار. التهنية مشاهدينا الأعزاء نقدمها كذلك إلى المضمر مطر بن سيف اللاحج الهاجري المركز الثاني سرابة من هجن العاصفة تحت المركز الثاني الهدى لهجن الرياسة المركز الثالث المركز الرابع احتلال اسمه الشيخ راشد بن حمدان مرايد المكتوم والمركز الخامس لهجن الرياسة مشاهدي الأعزاء وصلت واحتلت المركز الخامس. إذا هملولة عودة إلى البداية وعودة إلى سلهودة حيث البداية وحيث ناموسي هذا الشوط لتنتزع من البداية وتقود هذه الأسماء نحو خط النهاية. تهانينا لسيدي صاحب اسمه الشيخ محمد رايد المكتوم 6 دقائق 12 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار كذلك للمضمر مطر بن سيف اللاحج الهاجري 6 دقائق 12 ثانية 9 أجزاء من الثانية توقيت سرابة لهجن العاصفة تحت المركز الثاني مع الواثق حمد برايد مغدير المركز الثالث 6 دقائق 13 ثانية جزء 1 من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة على فوز الهدى بالمركز الثالث.